الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين ولا عايزين ايه. مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه من غير كده. في شهر، في سنة، تفضل جراح والنار، وعمر ده الحين أهضر من أيام، وداع يا دنيا الهلاك، وداع يا حبي يا أحلام، بعمر جرحي أنا يا ريس يا ريس الوحدة لسه ما فاتش عليها كتير، والقرار ده لسه بدري عليه، خصوصا ان احنا عندنا مشاكل كتير هناك، الافضل ان احنا ما نزودهاش. يا ريس قرار تحديد الملكية الزراعية في سوريا ده هيبقى قدامه معوقات كتير. يا ريس احنا عندنا تجربة سابقة، لما حددنا الملكية الزراعية في مصر واجهتنا فيها مشاكل كبيرة جدا، رغم اننا كنا مسيطرين على الوضع سيطرة كاملة. فما بال سعادتك لما نحدد الملكية الزراعية في سوريا؟ ممكن تواجهنا مشاكل اكبر بكتير، بالذات بعد ما ابعدنا الشيوعيين السوريين اللي كانوا ممكن يقفوا معانا. وانت يا نور؟ يا ريس ما دمت فكرت في الخطوة دي تبقى درستها دراسة وافية، ودرست كمان ردود افعالها وعملت حساباتها، ومهما قلنا وعدنا فيها لابد نسمع رأيك الأول. طالما بنتكلم عن جمهورية عربية متحدة يبقى لازم تتحكم بقانون واحد، اللي يتطبق هنا هو اللي يتطبق هناك. طالما مش قادرين نسيطر على الوضع ونحمي قراراتنا يبقى نسيب كراسينا أحسن. الرئيس اتفاهم مع المشير في القرار ده، والمشير قال إن الظروف تسمح. يبقى على بركة الله يا ريس، ربنا يسدد خطاك. قرار رئيس الجمهورية بتحديد الملكية الزراعية في سوريا. بعد إذن سيادتك يا ريس، ممكن اجتماع بسيادتك 10 دقايق بعد اجتماعنا ده عشان نرتب لحفل افتتاح السد العالي، وخصوصا إن سيادتك وجهت الدعوة لزعماء كتير جدا. 1 يناير 1960 ده هيبقى اسمه يوم السد، لازم الدنيا كلها تتكلم عنه، والصحف العالمية والصحف العربية لازم تفرد صفحات لهذا الإنجاز. والفن، الفن يا ريس لازم يكون له دور في تخليد هذا الحدث. ها عجبتكم الغنوة؟ هي حلوة قوي، بس متهيألي في يوم في شهر في سنة أحلى. لا أغنية السد العالي أحلى. لا بالك يوم ميلادك أحلى. أهو أنت أكتر واحد بتفهم يا أستاذ عبد الحكيم. يبقى تغنيها أنت. لحسن نعمل لبابا دوشة. بابا بيحبك وعمره ما يزعل منك. خلاص أمري لله، هغنيها لكم. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي، عقبال حبك لما يغني وأنا مرتاح البال متهني، عقبال حبك لما يغني وأنا مرتاح البال متهني، ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. يلا بقى غنيلنا أغنية سد العالي. لا لا لا، أغنية في يوم في شهر في سنة حلوة أوي، يا ريت تغنيها. غنيلنا أي أغنية، غنيلنا خلاص. لا لا لا، غنيلنا بقى أغنية عقبالك يوم ميلادك تاني. حكيم كفاية كده، تعبت عبد الحليم. مش قلتلكوا أدينا أزعجنا الرئيس. هو أزعجوك أنت مش أنا، تعال. ليه يا بابا خليه شوية. هو ده حليم مش قدكوا، تعال. اتفضل يا حليم، روح أنت يا سامي. أمرك يا ريس. اقعد يا حليم. غنوتك حلوة أوي يا حليم. يا فندم لأنها طالعة من القلب لازم توصل للقلب. أنا وأحمد شفيق كامل وكمال الطويل قلنا فعلا اللي حاسين بيه. حليم أنا بعتبرك زي ابني بالظبط. ده شرف كبير أوي يا فندم. وفي نفس الوقت أنت وآخرين كاتبة الدفاع عن الثورة ومنجزاتها. أنا فعلا كده؟ حليم الفن دوره ما يقلش عن دور السياسة في الدفاع عن الوطن، وانت والحمد لله وصلت لقلوب الناس، يعني تقدر يبقى لك دور كبير قوي في توعية المصريين، تصحيهم وتفهمهم وتعلمهم باغانيك. يا ريس دي مسؤوليه كبيره قوي. حليم انت قدها وقدود، بس لسه المشوار طويل قوي، والمؤامرات ضدنا مش هتقف. علشان كده الفن لازم يلعب دوره علشان نقدر نعدي الصعاب. وانا تحت امر مصر ورئيسها. الكلام اللي انا بقوله في 3 ساعات الناس بتحفظه منك في غنوه في 3 دقايق. عرفت انت قد ايه مهم؟ التقرير اللي قدامي ده في منتهى الخطوره يا نحلاوي. ايش فيها التقارير سيدي؟ التقرير بيقول ان بيتم استفزاز المصريين في صالات السفر والوصول بتفتيشهم بشكل مبالغ فيه، وفي كمان ان المصريين اللي عايشين هنا تليفوناتهم تحت المراقبه. وبعدين ايه الاشاعات عن تزايد نفوذ المصريين وكلام خايب كده عن احتلال مصري لسوريا؟ انا فعلا وصلتني معلومات بهالحكي يا سيدي. ازاي يبقى عندك معلومات زي دي وما تبلغنيش بيها؟ انا شفت ان ما بتستاهل نزاهه جنابك سيدي. ازاي يعني؟ اثاره النعارات القوميه وكلمه مصري وسوري هي بدايه لضرب الوحده. الرئيس لازم ياخد خبر فورا بالموضوع ده مثل ما بتؤمر جنابك سيدي. يطلبه العرب يقدمه علي. مش كفاية سجاير يا جمال، مش كفاية، حرام عليك صحتك. أي حاجة تحية تطلع فيها التوتر اللي أنا عايش فيه. السجاير بتزود التوتر يا حبيبي مش بتقلله. واضح ان انا استعجلت. انا قادر على مصر، بس سوريا وضع اجتماعي وسياسي مختلف تماما. هو مش حكيم هناك؟ وهو ده، هو ده اللي مخليني متوتر وقلقان. قلقان لا يكون الموضوع اكبر منه. ربنا يجيب العواقب سليمه يا حبيبي، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ونعم بالله. بس مش قادر امنع نفسي من التفكير في العواقب عشان ما ارجعش اندم. مش كفايه سجاير بقى يا جمال. اطلع نام انت يا تحيه. حاضر، بس مش هين عليا اطلع انام واسيبك وانت كده. انت بتصحي بدري للولاد. تصبحوا على خير. انت من اهلي. ستيت 25-3 أول مرة. أكشن. خبط تعمل أي صوت؟ هي ما سمعتش. صفر لها. أصفر؟ أهو ده اللي لا يمكن. طب ادخل ادخل. صباح الخير. صباح الخير. انت اللي كنت بتصفر؟ لا دي سميحة. سميحة؟ اه وازيها؟ كويسة. اصلها وحشتني قوي. ستوب. وحشاني يا انسة، وحشاني مش وحشتني، من فضلك احفظي الحوار كويس. حافظاه يا استاذ، والله حافظاه. كلاكيت. 25-3 تاني مرة. اكشن. روح خش. خبط تعمل اي صوت؟ هي ما سمعتش. صفر لها. اصفر او ده اللي لا يمكن. طب ادخل ادخل. صباح الخير. صباح الخير. انت اللي كنت بتصفر؟ لا دي سميحة. سميحة؟ اه وازيها؟ كويسة. اصلها وحشتني قوي. ستوب. ايه يا انسة سعيد؟ من فضلك لو سمحتي. حافظة يا استاذ، والله حافظة. كلاكيت. 25-3 تالت مرة. اكشن. ستوب. يا انسة ما ينفعش كده. متأسف يا استاذ فطين، انا والله حافظاه. اتفضلي. كلاكيت. 25-3 رابع مرة، خامس مرة، سادس مرة. 25-3 تاسع مرة. ستوب. ما ينفعش كده يا استاذة، ما ينفعش كده فعلا بالمرة. تاسع مرة ومش عارفة تقولي نفس الجملة. حافظة يا استاذ، بس ما اعرفش ايه اللي حصل. الجملة وحشاني، الكلمة وحشاني، مش وحشتني، حاجة سهلة خالص. معلش يا استاذ فطين، تيك 5 بريك 5 دقايق. اوكي. تعال يا سعاد عايزك. ايه يا سعاد مالك؟ لو عندك اي مشاكل احكي لي وانا احلها لك. مفيش حد بيحل المشاكل غير ربنا. ونعم بالله. يا ستي انت ممكن تعتبريني صديق وتفضفضي لي. يا استاذ عبد الحليم انا ما اقوله ده بالمشاكل. اخوات كتير وفقر وامي متجوزه غير ابويا. ومشاكل كل يوم بين امي وابويا. وانا في النص عامله زي الكوره الكل بيضربها برجلي. تصور لما كنت طفله. ابويا وامي كان بينهم مشاكل عليا. الاتنين عايزين ياخدوني. رفعوا قضايا على بعض. تصور دي حياة طفلة. عشان كده ما عنديش أي ثقة في نفسي أقف قصاد الكاميرا. ببقى مرعوبة. وبعدين يعني أنا واقفة قصاد أي حد. أنا واقفة قصاد عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. هو عبد الحليم حافظ ده يا ستي عاش طفولة أصعب من طفولتك. على الأقل أنت عندك أب وأم، لكن أنا عشت وهموت يتيم. من ناحية الفقر بصي بقى يا ستي. تعالي يا زيزي عايزك. أيوة يا أستاذ فاطمة. بصي بقى يا زيزي، عرفتي بقى يا ستي إن طفولتي كانت أصعب من طفولتك، إنما الشقاوة إنك تبقي مؤمنة بموهبتك وتحولي ظروفك الصعبة لإرادة قوية. غني، مثلي، ارقصي وابهري العالم. انا من غير ما اغني واحد زي بقيه الناس محدش ياخد باله مني، لكن فني وصوتي هما بيجبروا اي انسان يديني قيمتي. سعاد جاهزه يا استاذ فطين. اوكي، ممكن تسبقينا على البلاتو انت يا سعاد. امرك يا استاذ. بص يا حليم، أنا عملت تيست لنفس المشهد دوت مع عزيزي البدراوي وطلعت هايلة جدا فيه. طب وسعاد؟ سعاد هتعمل دور أختك بدل زيزي، وزيزي هتعمل حبيبتك. أيوه بس أنت كده بتظلم سعاد. بالعكس أنا ما بظلمهاش خالص، إحنا كده بنساعدها. عموما اللي أنت شايفه، بس أنا بفكرك البنت دي موهوبة، هي عايزة بس شوية ثقة، وهتبقى نجمه كبيره قوي. وبقول حليم قال. يلا بس خبط، روح يلا ما تخافش، يلا بس روح يلا. خبط، اعمل اي صوت. هي ما سمعتش. صفر لها. اصفر؟ اهو ده اللي لا يمكن. يلا بقى يلا روح صفر. صباح الخير. صباح الخير. انت اللي بتصفر؟ لا دي سميحة. اه ازيها سميحة؟ كويسة. وحشاني قوي. ما تشوفيش وحش. وطنط ازيها؟ كويسة. سلم لي عليها. دي خرجت. لما ترجع يعني. يوصل ان شاء الله. قال بالحق النهارده الجو حر قوي. اه قوي. ما هم قالوا كده. هم مين؟ بتوع مصلحة الأرصاد. أرصاد إيه بس؟ قولي يا أستاذ إسماعيل، زوجتك موكلتي الآنسة علية علي شبانة البكر الرشيد. زوجتك موكلتي الآنسة علية علي شبانة البكر الرشيد. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. قول يا أستاذ عبد القادر، وأنا قبلت الزواج منها. وأنا قبلت الزواج منها. على مذهب أبي حنيفة النعمان. على مذهب أبي حنيفة النعمان. مبروك يا حبيبتي، ألف بركة، يا ألف ألف بركة. الله يبارك فيك يا إسماعيل. خطابك كتير وقالولي تستاهلي الدهب واللولي. خطابك كتير وقالولي تستاهلي الدهب واللولي. من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي. من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي. حبيبي اهو، خطيبي اهو، حبيبي اهو، خطيبي اهو، مفيش غيره ليا ولا فيش غيري له اهو. حبيب اهو، خطيب اهو، حبيب اهو، خطيب اهو. على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة بتسمع. على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة بتسمع. وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة. وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة. يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخت اللي يلقى التاني. يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخت اللي يلقى التاني. ويقول للأحبة هاتولي شربات الفرح ويقولولي. حبيبي أهو، خطيبي أهو، حبيبي أهو، خطيبي أهو، مفيش غيره ليا ومفيش غيري له أهو. حبيبي أهو. بأمر الحب تحنينها وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح للهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم، بلاش نهرب، بلاش نتعب، بلاش نهرب، بلاش نتعب، تعال نحب ونتألم بأمر الحب. الله الله يا موجي، عجبتك؟ حلوة قوي، شبهي. هات كده العود اجربها. اتفضل يا سيدي. بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح للهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم، بلاش نهرب، بلاش نتعب، بلاش نهرب، بلاش نتعب، تعال نحب ونسلم بأمر الحب. الله الله الله، ده انت قرد بقى يا حليم. حفظتها. طب قول لي ليه ما كملتهاش يا موجي؟ اديني فرصة يا حليم، بس انا الحقيقة يعني ليا طلب عنك. أؤمر يا حبيبي. أجري يا حليم، لازم يزيد. إيه يا موجي حكاية أجرك أجرك دي؟ اشمعنى أنت الوحيد اللي بتتكلم في الموضوع ده؟ الله، ومالك بقيت عصب كده يا حليم؟ كل واحد وظروفه يا أخي. أنت أجرك دلوقتي زي أجرك في أول فيلم. ما تجاوبني. طبعا لا، بس في نفس الوقت انا عمري ما طلبت ان اجري، يعني السوق هو اللي بيعليه يا موجي. السوق؟ وانت شايف ان اسمي في السوق ما يستاهلش ان اجري يزيد؟ انا ما قلتش كده، والفيلم ده بالذات من انتاجي، والزياده في اجري هي اللي هتبوظ ميزانيه الفيلم. طيب انا هخلي مجدي العمروسي يكلمك ويتفق معاك، المهم انك تخلص اللحن ان شاء الله. انا لازم امشي. براحتك. في ايه يا محمد؟ مالك؟ حليم زعلك في حاجة؟ بقول له أجري لازم يزيد في الفيلم، يقول الفيلم من انتاجه، انا اتكلم معاه في الفلوس. فلوس ايه بس يا محمد؟ دي اللي هتخسركوا بعض. الحكايه مش حكايه فلوس يا مؤمن، لما ده ليه دلاله على انه مش حاسس بقيمه اللي بعمله. جايز حليم حاسس ان علاقتكم اكبر من اي فلوس. لا، حليم اتغير يا محمد. وادي الكلام، والله ما انا ملحنه. ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ انا حلفت. محمد اخزي الشيطان، الموضوع ما يستاهلش. يود الغلوه يعني. والله ما انا ملحنه. علية، علية، راحت فين الست دي على الصبح؟ وعاملة ايه مع جوزك يا لولو؟ عبد القادر طيب وابن حلال، ونفسه يعمل حاجة. حاجة زي ايه؟ نفسه ينتج فيلم كبير يكسب من وراه قرشين. أنا عرفت إنه حاول قبل كده بس ما عرفش، والإنتاج مش سهل يا عليا، الإنتاج له ناسه. أنت فاكرة فيلم دليلة؟ أنتجته والإنتاج مش شغلتي وخسرت فيه. إيه ده؟ أنت قاعدة هنا يا أبلة وسايبة جوزك فوق لوحده؟ جوزي لسه نايم. لسه نايم ولا مش قادرة على بعد حليم؟ وحياتك ولا أنا قادر على بعدها. ولا يمكن مش هعرف أقشر له شوية الفول دول. انت يا بنت انت مش كبرتي على الغيره دي بقى يا ابله؟ يا ابله انا قصدي اريحك، لما اتعب هبقى اقول لك. اذا كان كده يبقى عمرك ما هتتعبي. صباح الخير يا صباح. صباح النور يا بيه. انت صحيت يا عبد القادر؟ لا بمشي وانا نايم. صباح الخير يا عبد القادر. صباح الخير يا فنان. حماتك بتحبك يا استاذ عبد القادر، ما تيجي تفطر مع حليم؟ لا ما ايه، عليا فطرتني قبل ما انزل. انتوا ايه حكايتكم النهارده؟ مفيش وراكم غير عليا ولا ايه؟ ما تاخديش في بالك يا عليا، انا بهزر معاك. بس اعملي لي بقى القهوه الجميله من ايديك الحلوين دول عشان اعرف اصحى. من عينيا الاتنين. يلا. يا فنان، اخبار البنات والصيف ايه؟ ماشي الحمد لله. بقول لك يا عبد القادر. امر حليم. ما تيجي تمسك الفيلم ده مع مجدي العمروسي، وهتخش في جو الانتاج، ومش هلاقي حد امين على فلوسي اكتر من جوز اختي. انا يسعدني يا استاذ عبد القادر انك تبقى معانا. أنا شخصياً جديد في الشغلانة دي، وأتعشم إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض والفيلم ينجح ويكسب بإذن الله. متشكر لشعورك ده يا أستاذ مجدي، بس أنا كنت عايز أعرف أنا هعمل إيه بالظبط؟ أنا زي ما اتفقت مع حليم هتبقى مشرف على الإنتاج، يعني هتراقب وتشوف مدير الإنتاج ومساعدينه بيصرفوا في إيه، مقصرين في طلبات المخرج ولا لأ، في زيادات مثلاً. وهنبدأ الشغلانة دي إمتى؟ الشغل بدأ فعلا يا أستاذ عبد القادر. تقدر تاخد ميزانية الفيلم وتنزل اللوكيشن من بكرة. الخواجة طنوس من بيروت بره يا فندم. قول له يتفضل. حاضر يا فندم. ده مين ده؟ ده الموزع اللبناني اللي جاي يشتري الفيلم. أنا عايزك تقعد هنا جنبي وتشوفني وأنا بتفاوض معاه. حاضر. أقعد هنا؟ أيوه. أهلين بالأستاذ مجدي. أهلا. أهلا يا خواجة طنوس. اهلا. اتفضل. شكرا. الاستاذ عبد القادر مراقب عامل انتاج وجوز اخت عبد الحليم. شرفنا يا سيدي. الشرف لينا يا خواجه. تشرب ايه؟ والله مستعجل يا اخ مجدي، انا جاي من شان اشتري البنات والصيف. كم بدك؟ قول انت. 5. ده قليل قوي يا خواجه. ما بدك تكسبني؟ لا اكسب بس بالمعقول. والله لو لفيت لبنان كلها ما بتلاقي سعر مثل هيك. عموما اديني فرصة أفكر. حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا قبلك، وربما جئت بعدك، وربما كنت مثلك، فلم تزل تلطاني وتستبيح خداعي بلهفة في اللقاء برجفة في الوداع يا جمالك بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريق يا سلام بدفقة هي نبض بغير عروق. الله 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 يا كامل بيه روعة يا كامل بيه. مكتوبة في مين القصيدة دي يا كامل بيه؟ كامل بيه أنا نفسي القصيدة دي تبقى بتاعتي وأغنيها. يا سلام طبعا محدش هيعبر عنها أحسن منك يا حبيبي. بس يا جماعة كلامها مش صعب شوية. ما هي دي ميزة حليم يا أستاذنا. أي حاجة صعبة يقدر يوصلها للناس بمنتهى السهولة. وأخبار السينما إيه يا أستاذ حليم؟ بصور كل يوم وربنا يسهل. شفت الموجي بطلبه وما بيردش عليا مش عايز يكمل غنوة بأمر الحب. الله طب ما تروح له يا أخي. نفسي بس مش فاضي. ما قلتلناش برضه يا كامل بيه حبيبها مكتوبة في مين؟ الله هو انت خارجه ولا ايه؟ لا انا خرجت وجيت بدري كده خير مفيش لقيت نفسي تعبانه شويه قلت اروح للدكتور. تعبانه؟ بعد الشر عليك يا قمر خير في ايه؟ الدكتور قال لك ايه؟ مفيش طمني وقال لي ما اعملش مجهود. ما تعمليش مجهود؟ او استريح على قد ما اقدر. اوعي تكوني انت حامل يا قبله؟ مبروك يا قبله ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي عقبالك. ربنا يخليكي. طب حليم عرف؟ ولا عبد القادر لسه. اخس عليا. عموما هما الاتنين لو عرفوا هيتجننوا من الفرح. طيب ايه ده انت رايحه فين؟ هشرب. تشربي ايه؟ ده انت الميه تجيلك لحد عندك، امال انا هنا قاعده بعمل ايه؟